بالصحة والراحة. جلست تعشى معنا فاروق؟ لا أنا تعشيت يا سلطان، أجي معايا شوية. ليل ما عرفت شنو عنده وعلاش كيغوت. تصبحوا على خير، اسمحوا لي. جات بنت السفير لهنا، داكشي علاش ليل مقلق. ماما ضرني راسي واحد شوية، نقدر نطلع لبيتي؟ بصحة وراحة. الله يشافيك. الو الو خويا، علاش ما كتجاوبنيش في تليفونك؟ نهار كامل وانا كنعيط لك. كان عندي شي شغل. شنو قالت لك حماتي اليوم؟ ما قالت لي والو، قالت لي غير انا وخوك غادي نسدو هذا الموضوع ديال رانيا. شنو قصدت بهاد الهضره؟ شنو غادي ديرو؟ نقول لك شنو غادي نديرو، اسمعيني مزيان. سلام، انا جيت لهنا باش نقول لك شي حاجه. قولي. انا درت واحد الحاجه. وشنو درتي؟ السيكات شافكم اللي كنتو كتضربوه هو الغاج اجتماع، وانا مشيت لعندو. اوه بنت سفير، ديري خدمتها مزيان هاد المره. سلامك على الياباني كان زوين بزاف، وما لقاش الفرصه فين نرفض الطلب. كيفاش؟ واش اخبارك؟ حنا عندنا كاميرات ديال المراقبه، شفتي؟ حتى حنا تطورنا شويه. سمعي، طيور النورس اللي كتدخل اوطيلاتنا وكدير شي حاجه ماشي من التخصص ديالها، بهاد الكاميرات كنقدروا نشوفوهم.